في سياق الانتصارات التي تتحدث عنها، انتصارات أيضا للجيش العربي السوري على جبهة الباب وقطع طرق الإمداد لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة طبعا في هذه المدينة. نتابع أيضا هذا التقرير ونعود للمتابعة. ثلاثة محاور عمل من خلالها الجيش العربي السوري باتجاه مدينة الباب التي تحد من جهتها الجنوبية قرية تادف، والتي وصل إلى مشارفها الجيش العربي السوري بعد السيطرة على عدة قرى وأهمها العويشية وتلتها الاستراتيجية، والمحور الثاني من قرية الطعانة غرب الباب وصولا إلى قرية صوران باتجاه الشرق، أما المحور الثالث من قرية جب غبشة باتجاه قرى برلهين ومزارع المدينة وصولا إلى طومان ودير قاق. هذه العمليات هي اتسمت بالدقة عبر محاربة تنظيم داعش الإرهابي وإيقاع قتلى ومصابين في صفوف عناصر التنظيم. مواصلة العمليات على مدار الساعة جعل الجيش العربي السوري يسيطر على 45 قرية آخرها أبو طلطل مفتاح الجيش لمدينة الباب. أهمية كبيرة لمدينة الباب كونها تربط الحدود التركية شمالا والشرق السوري شرقا، وأيضا تؤمن الريف الشرقي لمدينة حلب بشكل كامل، كما أنها تعيد حيوية المؤسسات شرق مدينة حلب. عشرات القتلى في صفوف التنظيم نتيجة عمليات الجيش العربي السوري والتي وصل من خلالها إلى قرية أبو طلطل التي تعد بداية نهاية عملية الباب. وليد هناي، الإخبارية السورية، شرق حلب.